بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتوفيق من بي بتوزي بدوا بقرئ نوبرام ألا قال في البحر كنا يكتبك ولو غاب الزوج فللزوجة اقتراض نفقتها للضرورة لا فطرتها لأنه المطالب. اگر پیاوەکە ون بوو کەس نێزانی لە کوێیە وکو ئەنفالە داماوەکانی ئێمە ژنەکە بۆی هەیە اقتراضی نەفەقەکەی بکە لە خەڵکی تر بڵێ نەفەقە چەندێ نەفەقەی پێویستە وکو عرف و عادەت لە خەڵکی قەرزکە لەسەر پیاوەکەی چونکی زەرورەتە بەڵام بۆی نییە سەرفترەکەی قەرزکە چونکی ئەو ژنە خۆی مطالب نییە بە سەرفترەی خۆی پیاوەکەی مطالبە لە هەر لای هەیە ئەگەر ئیمکانیتی هەیە بیدا ئیمکانەتیش نییە لا یکلف الله نفسا الا وسعها. باشە برام وەکەذا بعضه المحتاج ئەم کەلمەی بەعضان بەکاری هێناوە بۆیە دوێنێ سرم لێی دەرنەچوو بەڕاستی بعض ئەوە لە کتێبەکانی ترا پێوترێ ئەسڵ و فەرع یعنی ئەگەر کوڕ مناڵ محتاج بوو دروستە قەرزکە لەسەر باوکەکەی بۆ نەفەقە جا باوکو دایک محتاج بوون دروسە قەرزکەن لەسەر ئەولادەکانیان بۆ نەفەقە بەڵام بۆ فترەنە لێرە بەعضی بە ئەسڵ و فەرع داناوە یعنی ئەسڵ و فەرع بەێ ئەمە سلاحێکی تایبەتی خۆیەتی فتح المعین کۆمەلی سلاحاتی بەکارهێناوە ڕەحمەتی لێوێ ئەسڵ و ئەسڵ باوکو دایک و باپیر و نەنکە هەموویان ئەگرێتەوە فەرعیش ئەولاد و ئەولادە زایە. باشە برام ئەم پیاوە چونکی خۆی عەرەب نەبوو ڕەحمەتی لێ بێ عەرەبی فێر بووە لەبەرو کۆمەڵە مسەلحاتی بەکارهێناوە مؤلفە عەرەبەکان خۆیان بەکاریان نەهێناوە وەکو نەوەی و وەکو ئەمانە بەڵێ وتەجب الفطرة على من مر ئەمجا ئەم کەسانەی کە بەیانمان کرد کە وتمان کەسێک کە قوتەکەی یان واجبە ئینسان سەرفترەی خۆی بداوی مەمونونەکانی بدا مەمونیانی ئەوەی نەفەقەی لەسرێتی ئەم من ذکرێ عنێ بێ سەرفترە دەرکا بۆ ئەوانەی کە بەیانمان کردیانی خۆشی و ژنەکەیشی و من عليه نەفەقەت و یانی بەڵام بە شەرت ئینفەضەڵە یا فەضوو لە کامێنە ئینفەضەڵە عەن قوتی مەمونین لەه تەلزەمهم مومەوەنین چۆن خوانە عن ممون له تلزمه نفق مؤنته من نفسه وغيرهم او كسيسة نفقي خوتي لسر واجبة نفقي دور بركيش لسر واجبة وعنية او انا بتبوتو ممونا ممون يعني بيت تميون يعني ها العسكري شاتو عسكري ونكد هين يهبو دائرة كتابتي هبو دائرة التموين العسكري يعني هنا نارت خوراش نارت بو وحدة كان مديريتي كي قوله بو مديرية التمرين العسكري. باش برام يوم عيد وليلته بشرت أبي أو نفقك زياد به لنفقي خوته من عليك نفقته بو شوي جشنو روش جشن لو زياد رهبو أمي بيدي بصر فترة حنفي كانوا انا اعلن اعلن ابي نصابي زكاتي هبي ام جاسر في تربده والله اعلم او ان جون تيان بيكاو اكاب لا يجي فقير هل باش يدوشو دوشو دروش خواني هبي باش يشو روش يجي ما وصل فتره نقش انت ويشتا صاحب جاوبي بله والله جاي تر مذهبي حنفي ليرا وكبلين من ولا خواي شي زاني من نظر بلى بل انا والله بلى وعن ملبس ومسكن وخادم يحتاج اليهما هو او ممون هوايا ابي او صرف ترزيعت بلملبسك لمسكنك ملبس ومسكن وخادم نالي يوم العيد وليلته يعني بدرجة أي سعلك تو محتاج ببوانا جليك بدرجة أي سعلك محتاج بيها نابي بفروشي بو صار فترة
سارەیەکە هەیە ضرورەتی خۆتە هاتم شوێی پێەکەی خادمێکە هەیە وەسا خادم هەبووە ئەمانە واجب نەبی فرۆشی بەسەر فترە کە محتاجی پێی وعن دین على المعتمد و ئەبێ کابرا خاڵی بێ لە دین یعنی قەرزاری هیوای نەبێ کە ئەگەر ماڵەکەی بداتەوە بە قەرزا هیچی نەمێنێتەوە لە شەو ڕۆژی جەژن زیاتری نەمێنێتەوە معتەمەد وایە قسەی معتەمەد خلافا للمجموع مجموع وناله نووي يعني ولو مؤجلا بعد انك مؤجل به اشتا وعدي دانوي نهات به مهم رضي صاحبه بالتاخير هاتان خاوان اكيش بلك رقينا بابا توصل في تركوبه من فلم نيه جاء وثمان زيابه چي ما يخرجه فيها او نه زیابێکەوا دەری بک فيها واتە بۆ فترە ئەوەی کە بۆ فترە دەری ئەەکەیت ئەبێ زیابێ لەم شتانەی کە باسمان کرد وهی زەکاتی فتر ساعون منێکە کەوتمان چوار مشتە مشتێکیش ڕتلێک و یەک لەسەر سێ ڕتلێکە هەندێک تەقدیریان کردووە بە مشتێک حفنە مشتە مدە شەرعەکان خۆی مدی شەرعی جایە لە حفنە بەڵێ بەڵێ دەیتر ئەمە لە حفنەیەکە حفنە مشتە مدی شەرعی جایە لە مشتە ئێمە بەس ئەڵێ هەندێک وتیانە مشتێک باشە برام بەڵام بە کەفی موعتەدیل کەفی کابرایەکی دەست زل نا دەست بچکۆلێژ نا ڕەنگە کەفی جەناب و موعتەدیل بی باش ابرام عن كل واحد من غالب قوت بلده ابي لا بري همو كسك دريب كي لو عليك مموني تون ابي لا شي دريب كي قوت بلدك خود باغلب شي يا خون لا ليس قال مو برنجة لو دعنا بدرني هادو شي شان غالب المخو اي بلد المؤدى عنه يعني ستو برايك لخارجه تلفون بو اكا هل سر فتره كم بو بدا ئەبێ مودەعان و بەلەدی ئەو ساعەکە لێ چەنێکە ئەبێ ئەوە دەرکەی قوتی غاڵبی ئەوان چی ئەبێ ئەوە دەرکی هی بەریتانیا مەسەلا کەوابوو فەلاوی جزی و من غیری غاالبی قوتیهی ئیسە ئێمە لێرا برنج و هینە خۆین گەنمە خۆین تۆ بچی جۆ دروست دەرکەی لەسەر پێترا دروزنی غاڵب نییە أو قوت مؤد يعني أبي غالب قوت مؤدى عنه به توناك دريئك أو كسيك بوي دريئك أقل كوركت لهولير بو لهولير لو مثلا نوك قوت غالب بو بي أوي بوي دريئك ما دم توي كردو بوشيل كوابو لغالب قوت لغير غالب قوت أو مؤدى عنه دروزنية لغالب قوت مؤدي شر دروزنية هو مؤدي أو لبريطانيا مؤدى عنه نابل غالب قوتي خود به بله أو من بله أو بلده يعني من غير غالب قوته يعني قوتي أو ضمير هو مؤدى عنه وشته أو قوتي مؤد أو بلده يعني قوتي مؤدي قوتي شاركي مؤدي دريب كاكا من مثلا بوي دركا من عبي بو لتشوف النفوس لذلك شنشي اواني كلقل كركي تو دانشتون للندن طليان ولاي اواشي حسب واكا كالغالب قوتكي خوان خلقك صرفت لدركا باش برام ومن ثم وجب صرفها لفقراء بلدي مؤدا عنه ابي او صرف تريشه بدري با فقيره كان لندن بو كوركيتو كان لندن اما مش مشكله براس يعني لي تليفونه كان لندن صرف تري مان بو بن سليماني ما خو مو مان لاقي لندن اي اللهم ما قبل يا ان كسي اندزنا كبي حتى على كسي اندزنا كو بين زيكترين شاري خويا ان شو الى لندن ومن نازان با نزيد بدن من زيكترين شاري خويا فإن لم يعرف فكان نزان رأى أو كسل شوية كتوصر فتري بودي كآبق
عبدك هي راي كردو يا كرك هي ون بوا دور بيا اخوة ون نبي ان شاء الله. ففيه آراء كومال الرأي تياي منها لو آرائنا اخراجها حالا اسا دربك دربك بعقلي خود تقديري قبل اخر جار مثلا او عبدان لشو بيني و لهولير بيني انا يعني. بحسابي هولير دربك ومنها انها لا تجيبه الهر واجبني هتا نيته بردس واجبني إلا إذا عاد وفي قول لا شيء قال لك أنا خير هذه شيء لسني كون حالنا ديارا أنا صار في تري لسنا فرع لا تجزئ قيمة ولا معيب ومسوس ومبلول إلا أن جف وعاد لصلاحية الادخار والاقتيات قيمتي قوة دروزنية وكو مراسلة في عناي سيئة لأن قيمة دروزنية واشتي عيب دار بيا دروزنية مسوس يعني برلا صوص هر صوص كي خو معنا دروزنية ومبلول تربو لازم مسوس معناه صوص يعني اوش او معناه شيء نيورا جيريا بلا بنازان بالضبط كامل انا بخوا هيك معناه انك لوليتو بلا بله تربوه دروز نية مگر وشك بو بيتوو وايلي هاتبيك بعملي او بيها لقري دايني وكو زخيلة بكي بقوت ولا اعتبار لاقتياتهم المبلول الا ان فقدوا غيره فيجوز مثلا بلي ولا امولاتهم يعني عادتي انواعها قنمي ترها لقرن لعمار ولا شتا وقع او اعتباري بوني هاد دروزنية مبلول دروزنية ما قال هيك ترى ما عندنا او نبي او دروس لو حارته وحرم تاخيرها عن يومه حرام تاخيري كي للروج خوي كروج جشنا بلا عذرين كغيبة ما قال عذرك هبي بري مالك ديارني لويني مالك متى ما يبو بيتو او مستحقين يا مستحق دزنا كبي ويجب القضاء فورا فورا اگر صرفی ترو دعا خست لروحی ججن فورا نبی قضایو که تو دعای مخبو لعصیانه تاوان بارک دعای خستو و یجوزو تعجیلها من اول رمضان خوی صرفی ترو واجب بی با لرمزان بجزء اگل رمضان دی مادم بجزء اگل رمضان یعنی اگر کسی شوی ججن لدائیگ بو صرفی تری لسرنیه او منالا ابی دقيق روج رمضان ما بي لا دايق بي لما دم بجزء الى رمضان واجب بي معناه يوا الى اول رمضان شو درسته اما وعلى شافعي كان بلم هزور كسوان عليه ويسن ان لا تؤخر عن صلاة العيد بل يكره ذلك وباشا دعين خيلا نواجه ججن بل كراهتي هي دعين خي بل نعم يسن تأخيرها لانتظار نحو قريب أو جار ما لم تغرب الشمس خزمك هيبة ما يبيته فقيدشة دراوسيك هيبة تشوب مالك سكاني بيته ما يبيته فقيدشة بو أنا دواي بخي قينا والله ما إيش هذا نابي كي تدواي غروب الشمس عيد روش جش رونا لات جاء لراح حكمتك بكاري هنا وصار في تريك صار في تلو زكاتي هامية توتي كالكردوه فصل في أداء الزكاة يجب أداؤها أي الزكاة وإن كان عليه دين مستغرق حال لله أو لآدمي واجب أداء الزكاة كي حتى أجر قرضك هو قرضك هم ما لك شيء قرته يعني هم ما لك شيء قرته أجر قرضك هو بدأته هيك نعم هيك نعم باش برام ما دام يسني صعبك وهي وتشل مرك وهي كل مرة هي وصالي بس راتي فرق وهنا بيا زكاة بدي با قرزك ايش زور زور بي وقرزك حالش بي يعني واجب بي ايسا بي ديته قرزك بو خوابه وكو كفارة امانة كفارة سوين وكفارة قتل وامانة يا بو آدمي بي وكو قرزك ها بسره آدمي فلا يمنع الدين فلا يمنع الدين وجوب الزكاة في الأظهر
قارس لمذهبي أما منعي واجبون زكاة ناكا مذهب كان أنت هند شانوانية تما شيء الزكاة يوسف القرضاوي بك عليه منعي أكا بس بلان يا رأيش آراي هند لا علماء نقلك الله من أزانم كان كاتي أنت كامن مرجح لاي أو نازانم بير من المرض باشا باوانم جا تجب الزكاة فورا أبي زود ذلك هل قال واجب ولا سر ذلك ولو في مال صبي ومجنون من عليك هي مثلا كسي الشيطان هي أبي زكاة بودركا لحاجة المستحقين إليها جنه مالها المالة يركز به أبي حقي خوي لدر بكري جا يا خوي يا ولي أمركي بتمكن من الأداء بشرت كابرات وعنايها بأدائبك واتا فإن أخر أثم وضمن أقد دعي خيست قلنا أخبار بيو الزعم النبي من خالك باوك ما أبو عبد الكريم أبو قافي كان خنوارج بو خرمانة كان سور كر لولا لولا آواي ونوا تقريبا بزدقية ريلا آواي ودور بو أو سا خرمان كسور ما أنا كر تواو باك أبو أهاتين هو بو هورو بو كرو جور جود ريجو أمانا بار ما أنا كر ده هورو بو هور أماني هنا يو هور دو فردي دو تايب ونظم ديو جنابو يعني من نه لیو از که تا اما هاتی نوشته کان من ریخ تو بی بین او رانی دیگه چو سری تقریبا زوری لی خواردو تقدیری آن کرد دت هنکه لی خواردو رانی یک بزگشتی رانی سو سو پنجاه سر چهل سر خا خرمانه چی سور شو آن که آگاهی لی نبود شرع آن کرد داره شرع و تیه بسوان شو آن که بیبجری و آویان هیچ نازانم اویان چون بو لدوایی باسی زکات که هات نه و منو تم زکاتی تیاره چون چه خرمانه که سور بو من فقیه بوم لای امام صمیل عبالای تکیه او تی زکاتی تیانی او پیری بو نخنواری بو و تم بو تیانی او تو زکات که خرمانه که سور کردو حاصل بو تی آخر من بر لوی توانام بی بسریا او خورا إذا نازن بخوال شوانا كي سند و پارا كي يا نهوش يا ومنا ماو يا عفو يكرد وتي بل لو يتوانا بسر يا هبي أو خرا ولا يتنت من دوات مشاي شرعا كم كردو فعلا نقصكي أو بقصكي من نبو نخوي نوارج بو باشا برام بتمكن من توانا يهبي أو توانا ينبو بله انتلف بعده يعني اگر توانا يهبو ادايبكا فقير حاضر بو او دواي خسوتي بخوا جارا نايدم فإن أخر أثم قلنا عبالي شبه وضمنا زعم نبي بلا ما من توانا من نبو انتلف بعده وقال دواي تمكن فوتاء زعمنا نعم إن أخر لانتظار قريب أو جار أو أحوج أو أصلح لم يأثم لكنه يضمنه إن تلف كمن أتلفه أو قصر في دفع متلف عنه كأن وضعه في غير حرزه بعد الحول أو بعد الحول وقبل التمكن بعد الحول وقبل التمكن بل أجر أو ما عرفه تاء أو أتمنى أو زعمنه قلنا عباري شو زعمنش بلام أجر دعاء وخست هو يقول عباري كشتك يحتاج إلى التوبة ضمانك ايش يحتاج الى العوض وانيه بلام اجر تو دعاء وخز بو اوي بتماوي خزمك بيته ولا سفر يا دراوسيك يا كسك محتاج ترى لماني سهل ما دورته يا كسك غنجاو ترى مثلا بلين فقيك ملائكه خليش دعوبه نوازه قالوا كاتا غناك ولا ملاك بتاخيرك بس اجر ايش فوتا هذا بيقرب يبكيت باشا برام جاء ما في يوتري كمن أتلفه في يوتري أما كافي تنظيره يعني تأبيه واجب لسر قرب يبكيته هوكو كسي خوي فوتان بدي بعمدن يا قصوري هبو بي اللويك و شتيكي لسر لا دابك بي فوتين مثلا بون منا استو زكاتك نصابك حقوا ببيت مالو بي فارجي كسي لو دشتا فريد داوة أو قصر في دفع متلف عنه لو دفع لو دشتا فريد داوة لحزي مثلي خويا دادنا ناوة حزي مثلي أنا وشو نكتي عبارزي وهو أوه فوتا هلا بيقرب يفيد
و زکاتەکە خەرەبوو بکەیتەوە، چونچی خەتای خۆت بوو. بعد الحول قبل التمكن خۆت واو لێ کرد لە شوێنێک داد ناکە قابلی فەوتانن، تێگەشتی برام ئالوا واجبە قەرەبووی بکەیت. ئەی تەمەکون بەچی دروسە بێ؟ ئەلێ و یحسل التمكن بحضور مال غائب سائر أو قار بمحل عسر الوصول إليه. أو مالك هي غائب بوا لسفر أبو مالك كرك بردوتي كسجيت بردوتي تاجر بردوتي لسفر أبو لذا مالك ها تولات كبره هنا يا بردس باش برام جربه شو عن بردوتي شوان که هاوسا گرمیانو چوستانیانه کرد مرکانی توی بردو بو گرمیانو تو خواه هاوی لچوستان بلام لآخیری حولا هنائه و بردسه او غایب و سائر بو او مالا هات و بردسه روی بو روینده بو روینده بو هات و بردس یا تاجری برده بوی قازان به شراکت ایشی پیو کرد او قارن به محل عصر الاصول یعنی بله مال خوته بلا ما على شو انك هاي امره دس في ناقه بس دلني اي كماو وهي توي ظالم داجيري نكرد اقار يعني قراري قلتو اسمي فاعل قرار قر يقر باشر قر ثابت قر يقر بلا قار لشو انك هاي دس في ناقه بلا ما ازاني هي توي وماو تيجي برام على ما انا هموي واجب الزكاة لدرك فإن لم يحضر لم يلزمه لدا وقر يسمى على كحازن نبو شو عن بردوتي قر ما نشوف ثاني فيها كان مرة كان نجزاني شي بسر هاتو بلا وعد الزكاة كي هاتو حولي بسرعة يفرج وبرم نجزاني شي بسر هاتو واجب نية حتى يأتوا بردس لم يلزمه لدا من محل آخر بلا ولا من ما دم كل مرة هالبي بي صالي بسرعة يفرج ولما راميت الدليك واجب نية للسرعة حتى ديته. وإن جوزنا نقل الزكاة هركس هرتن او قول ضعيفة بقرين قال انا اخلي زكاة دروس على مذهب الشافعية يعني انتو مالك وتو على هولير بس شي مثلا انا رايس انا تو بولات اگر زكاة ليرة درك الى مرة كانت معناه واي نخلي زكاة كده هي هولير يا ناويرة اگر بيجلو ان دروس على القول الضعيف هل اشتا واجب من يلسر باش ابرام ما لا يتم قولة ضعيفة كذا سيك نقل الزكاة كنت بحضور مال وحضور مستحقيها إذا مستحق كان حاضر أي كسنا بالزكاة في بدي تشيليك كسي كان يناسي وكو أنفقي لانا قارن در وزاكا نا بالزكاة في بدي تتولي نا يناسي نا زاني راسك عدروك ما شبرام دوني أفرتي عاتبو اللي علي ودانشتو عربو هاتو انا من بارتو علي بالكم بيان صح زارم بباياك عملياتكم خو من نعلم دروكا بلام معلوم نيالي اگر زكاة تشم لا بنا بيبيدا بي تا تعقيبي تواوي نكم لان ازان ملا بچي ازانم وازان ملا كومبانيا ايش داناوا يا ملا ونم محبوبة لا يعم حكمتها هل لقلوتي فارم بري بو فلان فقير وازان حكمتها داتي تباولك الرجعنا هراسانا كردوين إيه وحضور مستحقيها أي الزكاة أو بعضهم يا بعض كان مثلا موت من هشت صنف هشتك حاضر نية إيش كان حاضرة لهشتك يسلم معنية ما سيانا ماو قرزار ماو فقير ماو مسكين ماو جيتر ماو كزنا ماو دي باس العبرين تو سيق على الزكاة هي نعمل دابشي كي ديبو فقير وديبو مسكين وديبو قرزار خويا خويا ما زبيش يعرف يعرف ما هو دا بشيك ديب بشي فقير كأمادة دجال دا قلاك يا وان بدا بسكيت اللي هلق لك قرزار وأمانج أمادة وحضور مستحقيها أي الزكاة أو بعضهم حضور مستحقيها أو حضور بعضهم بل فهو متمكن بالنسبة لحصته ما دام بل إن إسا فقير حاضرة تو متمكن من فتح الصيف قيلو حتى لو تلفت ضمينها قال أو بشفه تا كان الدعوة بفقير ضامني ومع فراغ من مهم من ديني أو دنيوي
ئەبێ تۆ چۆڵبی مەجال لە هەبێ هەرسی بە لای زەکاتەکە مهمەیەکی دینی و دنیای و نەبی هێشتا نوێشە نەکردووە وا بانی نیوە ڕۆیشیدا جانە نوێشەکە بکەم لەم تۆ زەکاتەکە بدە یا خەریکی نانەخۆی لەو کاتا نانەخۆی ئا لەو کاتا زەکاتەکە واجب بوو لەسەر حقنی دەست لە نانەکە هەڵگر نانەکە بخۆم جابڕۆ مەجال هەیە یا هالی حەمامە وحلول دین من نقد أو عرض تجارة يان وتي بحضور مال وحلول دين تو قرضك هي مثلا بلين صدق الله لا يمنه عايش أمره لسعادة دا وعدي دانا وي قرضك صدق الله دوق الله ونيو زكاة صالشي مثلا تيفر ولا يمنه وزاني من الدمو من موسرب وجزاني قدمه أبي أقرب زكاتك إلى درك باشا برام بلا مالي مع قدرة على استيفاء بشتي أو كستواني هبي بداته وكمنم بأن كان على مليء كسكتواني هي مليئة عند دولة منا حاضر حاضر لبرده سياتي باذل أي بخشي قرب زكاة داته أو جاحد يا بلا من إنكاري أكم بلا عليه بين شاتم لسنة كوامنه قرزم لاي لا والله هذا بدي بدري كيباله أبي يعلمه القاضي يا قاضي أذانك أو قرزيت ولا يمنه بحضوري قاضي دفع مان كله أما لحالتك هاي قولك عليه قاضي دروس عمل كاب علمي خوي بلا شهود أما قولك أجر قولنا نقول إن والله علمي قاضي كافيني قولي هي عليه قاضي دروس عمل كاب علمي خوي بدأ وشاهدي باش برام أو قدره على خلاصه فيجب إخراج الزكاة في الحياة وعناه كابرا مسؤولك صدق الله إلهي منا تحدم هي بلم نايدمو خلونا إشارة إيش بو كذم أبي بيدمو فيش بشاعة ما عندنا كنت شوك تنيري بو متوعو ما شبرام يعني كابرا مهيزة تواني قرزك يخوي درد بيني لدس كابراي قرزار وكانت واجبة لسري أو الزكاة كأخاوان مالا في الحال ذلك وإن لم يقبضه باور شيء نقد فيه لأنه قادر على قبضه له مو أم حالة أنا أتواني قزك ورقدته أما إذا تعذر استيفاؤه بأعسار أو مطر أو غيبة أو جحود ولا بينة فكمغصوب فلا يلزمه الإخراج إلا إن قبضه مالا ما قال كابرا زيت وانا اين ابو قرزك يبرقدته لبروي كابراي قابلاي قرزار مؤثر يا انكاري اكاو شايتي شي لسني يا ون بو كزا زين شو باش ابرام واجب ني اذا دري كي يف زكاته حتى اكو مالي مغصوب واي اكو مالي مغصوب واي جاب زين مغصوب اتش يلا اتش ما حتى ولي نقلته واجب ني لسري بو مغصوب ايش عليه وتجب الزكاة في مغصوب وضال لكن لا يجب دفعها إلا بعد تمكن بعوده إليه واجب الزكاة لاشتكاك اللي لزيد غصب كراوة يا ليون بو مالك زورة وليون بو برنا على شعلك شعر دوتي ورنا بات صار يزاني زوري ني مال نو مسألة أنفال أو أنا فوتا آوة كابرا شعر دوت رينا بردو صار لشعلك رشونك شعر دو رينا بردو صار باش برام والله بزاني بيتان هي هو بزكاتك اللي درك هي وشن صالب اللي درك انت نجي قرزار ولو اصدقها نصاب نقد اقل زي جنشي هنا يكسر نصابك نقد لا بشنك وعطى الدم اللي يعني يابي مالي الدم اللي يعني زكاة تيايا باشا برام وإن كان في الذمة حتى أجر نيجي دابت وتي إلا الذمة منابي في أكوتي وا تو قرزاري من الدم اليون ما رأيته ما رأيك قرزبو أو سائمة معينة يعني تل سر تل دو سر مريداي سائمة هي معينة زكته وجوبا إذا تم الحول هركات إلا الروج ملكاتيش نكوبو أو نقدا ما ورش نكتب إلا الذمة في أكوتي حولك تواب بالزكاة إلى ذلك إذا تم حول من الإصداق لو رجوك بماري وليقرت هو يا دافي بماري
وإن لم تقبضه باوري شي نقت به ولا وطئها با بيا وكان شبت لاشي لكن يشترط إن كان النقد في الذمة إمكان قبضه بكونه موسرا حاضرا أجر مالك النقد بو حيوان شي داش نبو لبرسي خويا به ولا ذمي كابرابو واجبة عفو وقت واجبة بيلا سري زكاتك يبدأ مشت كابراي مردكي دولمن بيو وبيشي داته حاضر بلالله باش برام بوسين ليرا بالي را بوسين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صار فترة بلا بيز صار فترة دين منع صار فتراك بس منع زكاة ناك صار فترة حقك يا خوايا بس منع زكاة ناك غير زكاة أو صار بوصار فترة قرزار بو قرزك مستخرج بو مالك بس يشوروه جوش نشي نعمايو اگر بي دايتو صرف تري لسرني الله مو زكاة واني زكاة قرز منع زكاة ناك ديني مستخرج جنايك لما زبي الشافعي صلى الله على سيدنا محمد.